السلام عليكم، انا اسامه العدل، ودي حلقه جديده من حلقات اكسل تيبس اند تريكس. النهارده انا عندي جدول. الجدول ده فيه مجموعه من اشخاص المبيعات او موظفين في شركه، والسيلز حجم المبيعات اللي هم حققوه في يوم معين. جدول بسيط مكون من ثلاث اعمده. اللي انا محتاج بقى اعمله ان انا لما اختار من الليست دي سيلكت نيم، اختار منها اسم الشخص وليكن احمد، يعمل اوتوماتيك هايلايت على الريكوردز او البيانات اللي في الجدول اللي تخص احمد. لو اخترت مثلا علي يعمل هايلايت للبيانات اللي تخص علي وهكذا، ولو اخترت عمر يعمل هايلايت للبيانات اللي تخص عمر. علشان اعمل حاجه زي كده هنقل على الشيت الثاني تريك 12، وبعدين ابدا بعمل الليست. الاول الليست هعملها داخل الخليه دي. الاكسل بيسمح لاي نوع من البيانات انها تتكتب في الخلايا، لكن انا هعمل شويه قيود ان انا ممكن اقول له مثلا ما تقبلش الا الثلاث قيم اللي انا هكتبها لك دي. وعشان اعمل حاجه زي كده بروح على داتا، وبعدين منها الداتا فوق في الريبون، وبعدين منها اختار داتا فاليديشن بعد ما احدد الخليه. طبعا داتا فاليديشن الخليه حالتها دلوقتي حاليا ان هي تقبل اني فاليو، تقبل اي قيمه اكتبها فيها، لكن انا ممكن اعمل قيود، ممكن احدد اقول انه اقبل الليست دي اللي انا هقدمها لك في السورس. طبعا ممكن اعمل ليست بطرق مختلفه، لكن انا هعملها مانيوالي. انا هكتب في السورس اسماء الاشخاص المبيعات اللي موجودين عندي في الجدول. احمد كوما بدون مسافات، هكتب كمان علي كوما وعمر، احمد وعلي وعمر اللي هم اشخاص المبيعات. وبعدين هضغط اوكي. دي الفكره اللي بتخليني اقدر اعمل ليست داخل واحده من الخلايا. لو فتحت السهم الصغير ده اللي ظهر بعد ما عملت الليست هلاقي فيه احمد وعلي وعمر. الخطوه الثانيه هي الكونديشنال فورماتنج. كونديشنال فورماتنج انه انا استخدم واحده من الاوبشنز اللي موجوده في الكونديشنال فورماتنج عشان يعمل لي فيل بلون مختلف للخلايا الخاصه ب الشخص المبيعات. الطريقه هتكون كالاتي. انا اروح على هوم، هحدد العمود الاول الخاص بالسيلز مثلا، وبعدين اختار من كونديشنال فورماتنج فوق في الريبون، هختار منها نيو رول. الرول اللي انا هستخدمها في الكونديشنال فورماتنج رولز هتكون اخر واحده، يوز ا فورمولا تو ديترماين ويتش سيل تو فورمات. انا هستخدم هنا فورمولا، والفورمولا اللي انا هستخدمها هتكون عباره عن لوجيكال فورمولا. يعني مثلا لو كانت انا هطلب من البرنامج انه لو كانت الخليه دي سي 3 تساوي الخليه دي اللي هي بي 6، لون الخليه دي اللي هي سي 6. عشان اعمل حاجه زي كده بروح على فورمات فاليوز وير ذس فورمولا از ترو، واكتب يساوي عشان دي بدايه اي صيغه او داله يساوي، وبعدين احدد الخليه الاولى سي 3 تساوي بي 6. لو كانت سي 3 بتساوي بي 6، طيب لو كانت سي 3 بتساوي بي 6 اعمل فورمات بشكل معين. لكن في هنا مشكله، هي انه الخطوه اللي انا عملتها دي هتنطبق بس على الخليه دي والخليه دي والخليه دي اللي بتقابل بي 6. لو انا حبيت اخلي الصيغه دي او الفورمولا تنطبق على كل الخلايا، لازم اعمل الاتي: اثبت الخليه دي سي 3 باني اضغط، وبعدين اضغط في الكيبورد على F4، مفتاح F4 في اعلى الكيبورد فوق، وده بيحول الخلية المستخدمة في الفورميولا لحاجة كده اسمها absolute reference، مرجع مطلق. والمراجع المطلقة والفرق بينها وبين المراجع النسبية هنناقشه في حلقة تانية. طيب انا هختار فورمات عشان ابدأ اختار التنسيق لو الشرط اتحقق، واختار لون مثلا fill، واختار لون معين علشان يعمل fill للخلية، وبعدين اضغط اوكي واضغط اوكي مرة تانية. في الحالة دي بقى يا جماعة، الاسم اللي كان اللي هيكون موجود هنا لو اتقابل مع الاسم اللي موجود هنا في العمود ده يلون الخليه اللي جنبه. طيب خليني كده اجرب، هختار مثلا احمد فيديني يعمل هايلايت على كل الخلايا اللي تخص احمد، وهكذا علي وعمر. انا ممكن اطبق نفس الخطوه على العمود الثاني والعمود الاول، لكن هي ممكن تتعمل لو انا فاهم فكره الفرق بين المراجع المطلقه والمراجع النسبيه. بس مؤقتا ممكن نطبقها مره ثانيه وثالثه على العمودين الباقيين لحد ما نفهم بعدين فكره المراجع النسبيه والمطلقه في حلقه جديده. ده المثال الاول. الحلقه الثانيه بقى من نفس السلسله دي او نفس التريك دي هتكون البيرث داي فانكشن. يعني انا محتاج انه انا عندي جدول فيه اسماء الموظفين مثلا او اسماء اشخاص، وانا عاوز اعرف، والجدول طبعا بيحتوي على يوم الميلاد، تاريخ الميلاد. انا بقى عاوز اعرف انه لما يجي تاريخ معين بيعمل هايلايت اوتوماتيك على الناس اللي بتوافق تاريخ ميلادها التاريخ النهارده. يعني ده تاريخ النهارده 27/10
انا بسجل البرنامج ده او الحلقه دي يوم 27/10/2017، فده تاريخ النهارده 27/10، هو بيقابل الشهر واليوم لكن في سنه مختلفه، فده عيد ميلاد الموظفه اللي اسمها مثلا منى. الحلقه الثانيه الجايه ان شاء الله هنعمل فيها الفكره دي. اتمنى تكون الحلقه مفيده، وتابعوني علشان تشوفوا باقي الحلقات.